أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكن الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدم ميداني بعد معارك خاضها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بتعز وسط اليمن. وقال بيان صادر عن قيادة محور تعز العسكري نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية تمكنت من خلاله من السيطرة على قرية العريش. أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية عن قتل 5 مسلحين من داعش واعتقال 3 آخرين بعد محاصرة وكر لهم في الحويجة جنوب غرب كركوك، مشيرة إلى أن القوات العراقية استولت على أحزمة ناسفة وصواريخ RPG. أظهر تقرير جديد أن استخدام تنظيم داعش للتطرف وممارسات الرق والجنس والاغتصاب استقطب عدداً من ذوي السوابق في الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري، وأدى لالتحاقهم بصفوف التنظيم والقتال إلى جانبه. وبحسب التقرير فإن التنظيم المتطرف ركز على استقطاب رجال من دول محافظة يصعب فيها إقامة علاقات جنسية أو القيام بأي لقاءات غرامية بحسب ما أظهره التقرير، مشيرا إلى أنه استغل الجنس ليكون واحدا من مصادر التمويل للخلافة المزعومة. قال زعيم إقليم كاتالونيا في إسبانيا إن الإقليم سيطبق قانون الاستفتاء الذي يدعو لإعلان الاستقلال إذا ما أظهر التصويت تأييداً من الأغلبية لهذه الخطوة. ووفقاً لمقتطفات من برنامج تلفزيوني سيبث في وقت لاحق، قال بودمون إن إعلان الاستقلال الذي ليس أحادي الجانب وارد في قانون الاستفتاء كتطبيق للنتائج. اندلع حريق كبير الأحد في مركز تسوق يقع عند الطرف الجنوبي الغربي لموسكو، ما استدعى إجلاء 3000 شخص فضلاً عن سقوط جرحى وفق ما أفادت الوزارة الروسية للحالات الطارئة في بيان. واندلعت النيران في حوالي 55,000 متر مربع من المركز المتخصص ببيع معدات البناء والديكور. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة تكريماً لتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي وافق على صرف نحو 85,000 دولار لكل لاعب من لاعبي المنتخب. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.